السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مراد كندودو، مرحبا بكم سفاري. اليوم إن شاء الله نحن نخدمو سبيسياليتي ترك، إن شاء الله كامل الجزائري نعجبو أو نديرو صلاة أزمة سبيسياليتي ترك وإن شاء الله يعجبو، ومن بعد نديرو لي بلا دجاج وفاكسي وداخل كوشا، وهذا تاني حاجة بنينة بالبزاف وكامل إن شاء الله يعجبو. وتروازيام نديرو شوربة عادس سبيسيال تاع الدار وموديل واحد اخر، ان شاء الله كامل اعجبو. تفضل معايا نكمل لي بلاتينا. فوالا حنا نجيت ان شاء الله نخدمو سبيسياليتي ترك، ان شاء الله كامل يعجبو. اول نديرو طوق كيما لا طوق صارما، نديرو بولي وفاكسي بالفيونداشي بولي، ونديرو 200 غرام 200 غرام فيونداشي بولي، وجبتو دو بولي صدورة. هذا حلت حلت هكذا في اسمه ضربتها، كان وليت رقيقة. دوكا ان شاء الله نشوفو. فوالا هكذا حلت بولي وليت رقيق. ومن بعد فيونداشي نديرو داخل توم وفلفل اكحل، شويه فلفل سبيسياليتي ترك درت حار شويه، وكما انتم حب مش يديرها حار مش يدير حار، وشويه ملح ومايدانوس فوالا. وهذا غارنيتور انا جبته سبيسيال في السلق. نورمال ما احنا كاين لي ترك كاين يديرو بالبازه بالبازا، انا درته بالسلق. وهذا السلق ديروا شويه ثوم وبصل، بصل جبته شويه بصل وثوم، شويه فلفل حمراء وفلفل اكحل وملح. دوكا بسم الله نديرو، واول لازم ما يغلي، دائما نديرو ما سخون. فوالا خليه يغلي. هنا زيت نساقو ماء سخون، هذا روسيت وحاجة بنينة. أنا على بالو كامل يعجبو. فوالا بعد هذوما دوكا نديرو فاكسي، بعد فاكسي نديرو صوص، صوص تاع حمراء، ومن بعد نوريلك واش فيها داخل. دوكا بسم الله نديرو فيونداشي. هنا نديرو شويه ملح، نديرو شويه فلفل اكحل، نديرو شويه فلفل حار سبيسياليتي ترك. ما انتوما يكتر ديرو بلا حار. نديرو شويه مايدانوس. فوالا مايدانوس لازم تقطع هكذا صغير. فوالا دوكا نديرو توم. انا كونتيتي يقدر ديرها فيونداشي زيادة. فوالا يقدر ديرو بولي زيادة، هذا كل واحد بولي زورة يعني ان بيرسون. توم تاني لازم دير قطع هكذا صغار صغار. فوالا ان شاء الله كامل اجبو، وحاجه ساهل وبنينه.
وخفيف. فوالا دوكا هكذا شغل عجنها. فوالا هذا يقدر ديرو بالخضرة تاني. فوالا دوكا نحطو هنا. نزيد نساقو، لازم دايما ونقي. أول نحطو واحد يقولو السيلوفان، نحل هكذا، نديرو بولي، أو نديرو شوية ملح. ديروا شوية فلفل أكحل، دور الزيت عود شوية ملح، فلفل أكحل، شوية فلفل دحار، فوالا ماط انا كاين يغلي. هذا فيونداشي واحد صدوره برك طرحي ويكفي، يكفي على دو بيرسون. فوالا دوكا نقطع هكذا. هكذا ولي لوس. فوالا يعني ما كلا نخيطو بالخيط، ما كلا نديرو هكذا السيلوفان هكذا مشي تنفس. وأول لازم نخليه يغلي، ومن بعد ان شاء الله نحطو داخل فور. دوك ان شاء الله نحلو لي فور تاني، نحطو واحد الومنيوم. وثاني دير هكذا. فوالا هكذا تزير مليح. هكذا تقلب. دوكا نحطو هنا الزيت، تعاودو الزيت شويه ماء باسكو ما يكفيش. فوالا وهذا ماكسيموم يعني 20 دقيقة لازم يغلي. فوالا هذا ندير لنا شوية ملح، شوية فلفل أكحل. هذا من الداخل باسكو من الداخل أنا ما نديروش فلفل سبيسياليتي ترك. فوالا يعني هذه الروسات يكتر ديرها بالاسمو تاني بالخضرة بال وغير السلق وحدي، كل وحدي كيفاش يكتر ديرها. وحاجة سهل وبنينة. فوالا فوالا هكذا تقلب. فيونداشي لازم تتايب مليح، هكذا تزير مليح. فوالا هكذا ديرها شغل رولو، ومن بعد حكم في هكذا لازم تولي هكذا شغل يابسه.
وقتاش تايب تخرج مليح بديرها مورسو هذا ام بيرسون. أنا هذا يخلي كلش بوهار وداخل هذا السيلوفان ولا على جال هذا انا نديرو السيلوفان مش يديرو ديريك الومنيوم فوالا دوكا نديرو بسم الله نحط خلي لازم يغلي دوكا نديرو شوربة شوربة عدس هذا تاني سبيسياليتي ترك سبيسيال تدار واحد خطرة أنا درت شوربة عدس مشي كيف كيف هذا تا سبيسيال تدار وأول درت واحد كيسان عدس تا حمراء دوك أنا نغسل ثلاثة خطرة ولا أربع خطرة وواحد زرودية رابي واحد بطاطا مويان رابي ومرق دجاج وملح واحد مغرف تا دوماتيش كونسيرف روز من قبل كان خليته كان يغلي ومن بعد انا وريلو كيفاش يديروا بالروز وكيفاش نخدموها نعناع يبسا يكتر هكذا طرحي باليد وملح ودرت فلفل اكحل ودوكا بسم الله نديماري الزيت ودوكا نديماريها وخدمت شوربه ثانيه ان شاء الله. اول نحطوا هذا دوكا نغسل في عدس وانا دوكا نصفي فوالا خليها هكذا لازم نشفو شوية نشعل فورنو حب ديرها بالزبدة تاني حب ديرها بالزبدة أنا نديرو بالزيت نورمال واحد كاسان أتاي صغير هذا تاني حاجة بنينة ونأول حطو الزرودية هذا انا ما نديروش فارينه ما نديروش والو وزيت نديرو نص بصل بصل لازم تصغير ولا كاين يعني على في الدار كاين رشي بزاف كاين كونتيتي بزاف يكتر دير واحد بصل كبير ديرها صغير بزاف باسكو هذا وقت جاي تايب ومن بعد حنا نطرحي اننا لبالو جزائريين كان يحبوا حاجه هكذا بزاف مره مره يشوفوا في برا للجزائريين يقولوا علاش ما ديرش شوربه عدس علاش ما ديرش شوربه عدس انا درت واحد خطره شوربه عدس هذا شوربه عدس سبيسيال تاع كيما ريستوران لوزين فوالا 200 درجه لازم يسخن و باسكو حنا نخدمو بولي وداخل كوشه ان شاء الله كامل يشوفو
وكامل يعجبه. ولا بصل تاني تايب شوية، تو كان نحطو عدس، عدس تاني لازم تقلي. هذا الروسات كما قلت لك، وحاجة بسيطة بالبزاف، وحاجة بنينة بالبزاف. وانا لازم هذا تاني تقلي مليح، واحد كاسان تاع عدس حمراء، حنا نديرو 4 كاسان ولا 5 كاسان تاع ماء سخون من قبل كان يغلي. كما قلت لك هذه عدس، كما هذا ازوغالين، انا درت واحد خطره ماشي كما هذا، هذا تاع سبيسيال تاع دار. وعدس وين انا درت تاع سبيسيال ريستوران، تاع سبيسيال لي لوزين كانترينغ، هادو ما يخدمو. اما وشنو هذا؟ حاجه ساهل، حاجه تاع دار. واحتاش ان شاء الله سميرة تي في يتايب، ولي وشكون يتبع سميرة تي في يتايب يدعي له ان شاء الله. فوالا هذا تاني كان خلينا شوية، شو عدس ولي شغل صفرة ولي شغل زرودية. وانا نحط واحد مغرف طوماطيش، لازم معمرة ولا حب ديرها زيادة، حب ديرها زيادة حمراء دير زيادة. لازم نقلي هذا في دوماتيش، فوالا نحطو شوية فلفل أكحل، غير واحد مغرف صغيرة زيت، عاود نخلي. من بعد نحطو ماء، ماء سخون، فوالا دوكا نديرو بطاطا، واحد بطاطا مويان. علاش انا نديرو بطاطا؟ بطاطا باسكو وقتاش يتايب هادي شوربة يولي شغل تقيل، ما درتش فارينة، درت بلاصة فارينة درت بطاطا بنينة بالبزاف. هذا كان زيت شوية لازم زيادة، لازم 5 كاسان. دوكا نديرو مرق دجاج، ولا هذا وقتاش ديرها مرقة دجاج ولا مرقة لحم واللي بنين بالبزاف. دوكا نديرو شوية ملح، نديرو نعناع، واحد مغرف نعناع يبسة، فوالا. هذا وقتاش يتايب حنا نطرحي هذا في شوربة
ومن بعد نحطوا الروس من قبل كاين مغلي. فوالا زدت نحطوا شويه ماء فوق هذا. كما قلت لك هذا بولي لازم 20 دقيقه لازم يغلي. دوكا نديرو صوص، صوص تاع بولي فاكسي. اول نديرو نص بصل وواحد ثوم وواحد طوماطيش ورابي وواحد مغرف تاع طوماطيش كونسيرف. فوالا دوكا نحطو صوص طوماطيش. فوالا اول نديرو نشعل شوية، نحطو شوية زيت، يعني واحد كاس نص كاسان صغير، ما درناش زيت بزاف. هذا يكتر ديرو زيت زيتون تاني. بصل كما قلت واحد صغير وهكذا مويان. لازم ولي صغار بزاف. فوالا دوكا نرابي واحد طوماطيش صغير. تنقص شويه يعني بالبلاصة في كبير هكذا. دوكا نزيد عاود نحلو. خلي لازم هكذا تتايب او فورتنا كاين سخنة. شوربة عدس او كان يغلي كما راكم نتوما شوف بنينه بالبزاف. وشكون يتايب وصحتكم الدراري تاني يحب هذه اللي شوربه ان شاء الله كامل يعجبو. لازم دائما تبع سميرة تي في، ماشي بدل لاشين، مش يشوفوا لي ماتش. هذا خير، ماكله خير، ماذا بيا بريباري حاجه سبيسياليتي ترك، ماذا بيا نديرو حاجه بنين. فوالا دوكا نحطو، خلي لازم طوماطي شويه لازم تايب. شوربة دائما مرة مرة لازم نشوف تحرك هكذا.
هذا الروسات يقدر ديرو كما قلت لك يعني في الدار، وكان راشي ولا كاش ما كاين في الضيوف لازم كونتيتي زياده يعني بو شورباي هر زمان işte evde çok insan olur ya da evde bir misafir falan olduğu zaman sürekli roseti farklı roseti daha yüksek tutabilirsiniz. Cesi bağlarında güveniyorum. En aman 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 ben yanıyorum. Şu Cezayir içinde bir yar sevdim. O Yaman, Yaman Yaman adı da Nisa. Bu Cezayir'in içinde bir yar sevdim. Ah Yaman Yaman adı da Nisa. نحب وقتاش نخدمو في بالقلب لازم نفرحو وكوزيني لازم دائما وقتاش نخدمو لازم انسان فرحو وقتاش طيب ماكلة لازم تخدم بالقلب واللي بنين ولا نغلط حاجة سمحنا يقولوا صوتك شباب شباب مرة مرة نديرو ونغني حنا نفرحوا ان شاء الله دوكا نحطوا شويه فلفل اكحل فوالا ديروا واحدة توم جو توم لازم يتريح في هكذا قبل انا ماشي حب نخلي لازم تقلي فوالا انا وين بلاصه ولا تخدم كاش بلاصه ولا هكذا دائما وصباح وعشيه وقتاش نخدموا داخل الكوزيني دائما نغني وعلى كامل احنا نفرحوا هذه الدنيا باسكو ما في والو ان شاء الله كامل وين خدامين ولا كامل دائما خدموا هكذا بالفرحه فوالا هذا درت زوج كاسان تما دوكا نحطوا شويه ملح يعني واحد مغرف صغيره ما هذا صوص يكتر ديرو بالمرق دجاج ثاني مرق دجاج يولي حاجه واحد اخرى يولي بنينه هذا بولي يكتر ديرو صوص بيشامال حطو داخل كوشة هذا تاني بنينة بالبزاف فوالا دوكا خلي هادو ما يغلي حنا نشوفو شوربة تانا او كان يغلي زيت عاود نحرقو او نحرقو Şimdi reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra tekrar buluşalım. Dukan rahu fasıl, bad fasıl. Nekhidmu platena, nekemel inşallah platena. Voilà. O 20 dakika khalita ken yighlit hada fi ismu pulitena. Hana nahita silofan o hada papi aluminium. Duka nahto dakhil for. صوص تاني صاي دوكا يكتر نطفي صوص فوالا
كامشي نسيقو هذه الصوص. كما قلت هذا يكثر يعني كونتيتي بزاف، وهذا كان بالصوص واحد اخرين. دوكا نحطو داخل الفور، داخل الفور زيت 15 دقائق لازم تتايب. دوكا حنا نزيد عاود نشوفو شوربة تانا. فوالا شفتو دوكا كاع كاين تايب شوربة تاني، و 20 دقيقة تخلصو. دوكا نطفي شوربة ومن بعد نطرحي. بعد هذا نحطو في الروز. دوكا حنا نديرو غارنيتور تاع بولي، او نديرو سلق و دير شوية يعني على ولا كاين كونتيتي ديرها زيادة كونتيتي. انا درت كما قلت له واحد كاسان، كاسان ده كبير، ودير لها نص تاع بصل وفلفل حمراء، ومن بعد نديرو ملح وشوية فلفل اكحل، وحب ديرها شوية حار، ديرها شوية سبيسياليتي ترك حار. أول نشعل فوالا، ونحطو غير شوية برك زيت، يعني واحد مورفطة يكفي، ماشي لازم تكتر بزاف. فوالا نحط كما قلت لك على كونتيتي بصل صغير يكفي. فوالا لازم تسخن، ونحطو واحد دا فلفل حمراء، يعني واحد صغير تاني يكفي. انا درت هذا غارنيتور قدامه، وهذا يقدر ديرها قدام هذه بولي، يقدر دير روز تاني واللي بنين بالبزاف. وقتاش ديرها وهذا بولي بالكريم فريش، وهذا غارنيتور ولا كيما هذا تايب، لازم ديرها شويه هذا كريم شانتي من الداخل، هذا يولي بنا حاجه واحد اخر ان شاء الله. وشكون وشكون يتايب هذوما اللي ماكله ان شاء الله يعجبو. لازم تتبع دايما سميرة تي في. وتربح ودايما على الصحة، باسكو حنا نخدمو ماكلة وحاجة صحة. انسان وقتاش ما كاش ماكلة ما كاش في حياة، حنا ماذا بيا نخدمو حاجة وش يعرف اي حاجة. جامي انا نخبي لانسان، ماذا بيا نوري لك يعني وش تعرف وش يعرف ماكلة كل شيء ديسير وهكذا كل شيء. وبلاخر بلاخر ان شاء الله انا نوري له لي سبيسياليتي ترك، وان شاء الله مره مره نديرو غاسترونومي تاني. انا وقتاش في تركيا في اسطنبول نحوس، انطلقت للجزائرين وشوفوا هكذا يمشي وحدي، ومن بعد شفتوا لي فام قال لي هذيك واش سميرة تي في، ومن بعد قلت له مرحبا بكم انتم لبلاد تاعنا،
وماذا فرحت بزاف خلي هنا دايما الطباء وكوزين سفاري فوالا ان شاء الله نكمل نفرحوا. درتنا السلق هذا السلق من قبل انا كان خليطه كان يغلي فوالا انا ما درتش زيت بزاف معنا هنا نحي انا وقت اشوفوا حاجه شويه صغيره ومشي اجبو لازم دائما نظافه لي كوزين دا بيان سور يعني دائما نظافه دائما هيجين وهذا يقدر نديرو شويه ما يعني شغل واحد كاسان صغير يعني هذا يقدر ديرو الروز ثاني من الداخل انا شويه سرق روز تاع شوربه تاعنا نسرقو شويه نحطو من الداخل فوالا سرقنا الروز حب شكايه دي بوليس نديرو شكايه ماشي كاع مشكل فوالا حطو شويه ملح حطو شويه فلفل ترك تحر فوالا نحطو شويه فلفل اكحل معنا معنا اما دابيا نخدمو حاجه في مليحه وحاجه بروب نشوفو جاش تانا وكاين طيب معنا غارنيتور تانا صايي نطفي فوالا دوكا نحطو شوربه تاعنا لازم ونطرحي شويه فوالا ماشي سخون بزاف غير شويه ما داوش بزاف فوالا هذا لازم ماشي طرحي بزاف فوالا شوربه تاعنا صايي دوكا نحطو الروز نحطو فوق في بلاصو ونعاود حرق شويه فوالا ولات شوربه بنين بل بزاف حنا دوكا نديرو نارك شيلي ازمه سلطة ازمه اول نديرو واحد في بصل بصل موين على ان بيرسون ولا دو بيرسون صغير واحد خيار واحد فلفل درت صوص الرمان سبيسياليتي ترك وفلفل اكحل درت فلفل سبيسياليتي ترك حار يقدر ديروا هذا بالدرصة تاني سبيسيال في الجزائر كاين درصة ولازم يولي حار ونديروا مايدانوس وزيت وشوية قارص وانا هنا لازم رقيق بزاف هذا يقدر ديرو بالميكسي تاني
يعني بصل بصل وكل شيء هيك خضرة لازم صغير صغير. فوالا هكذا نحطو داخل واحد، في يقدر داخل طنجرة ولا ان بيرسون كيما قلت لك يعني، كان ولا كان في الدار لي راشي زيادة يقدر دير كونتيتي زيادة، دير هادوما كلش هكذا صغير صغير. فوالا يعني هادوما كل شيء يقدر ديرو بالميكسي تاني. دايما لازم وقتاش ولا دير ميكسي ولا هكذا لازم ديرو من الاول وبصل ميكسيها ومن بعد فلفل ومايدانوس وخيار، هادو ما يكتر ميكسيها. هنا ما كان قشر هذا يكتر قشر تاني. نحطو يد هكذا يد تبع موس فوالا. هذا تاني في تركيا كل ريستورانت فيها، قبل ياكل ماكلة قبل لي بلا ياكلوا هذوما، يحل في ياكل بزاف ماكلة، حاجة بنينة بالبزاف. لازم هكذا صغار صغار تكتا. دايما في سميرة تي في كوزين سفاري كان يبدا ساعة على 10، وزيد عود عشية ساعة على 6، وكامل عشية وقتاش صباحا مش يشوفوا سميرة تي في، لازم كمل خدمة وغاول روحوا ديريك حل شان سميرة تي في شوفوا تماكلا سبيسياليتي ترك سبيسيال مصري سبيسيال سوريا. ان شاء الله ماذا بيا نديرو كامل حاجة بنين وحاجة في مليحة، نديرو مايدانوس فوالا. فوالا اول لازم هادوما تحطو داخل الماء ومن بعد نصفي. يعني شغل نغسل فوالا، ومن بعد لازم نصفي بيان.
معنا. نحطوا هذا أو نحطوا شوية ملح. وبعدها نحطوا فلفل حار، وكما قلت لكم انتم يقدر دير باسكو هذا سبيسيال حار يقدر ديرو، ودرسة بالجزائري. هذا درت زوج مغرف تاع حار سبيسياليتي ترك. نحطوا فلفل اكحل، فلفل اكري. نحطوا شويه صوص تاع الرمان، يعني واحد كاسان صغير تاع صوص الرمان. يقدر ديرو بلا صوص الرمان. فوالا، نحطوا واحد قرص. فوالا، هذا تاني تحطوا واحد قرص كومبلي. رانا هذا نحطو زريعة نحية. ولا دوكا نديرو واحد طوماطيش، لازم هذا طوماطيش تاني لازم صغير صغير تقطع. ولا يعني ديروا واحد طوماطيش هكذا في مويان. انا جبتو واحد هكذا شوية كبير. هذا تاني يكتر ترحي بالميكسي. وهنا هلا هذا لازم تقطع هكذا صغير صغير، ولا شغل بوري. معنا دوكا نحطو واحد كاسان تاع زيت. دوكا نخلطو. هذا الصلاه تاني كامل يعجبو وصحتو شكون يتايب. فوالا دوكا نشوفو 20 دقيقة كاين هذا سايت برد. دوكا نحي في ماكلة تانا أو 20 دقيقة كان ريحت داخل فور وطيب داخل فور. دوكا نروحو فاصل، بعد فاصل إن شاء الله نكمل ماكلة تانا. فوالا اليوم دا كملت ماكلات انا ان شاء الله كامل يعجبو. لازم نسيي هذا الروسيت او نديرتنا
çorba ezo gelin spesiyalite dar. Un beden dirto salat ezme bil sos rummen. Beden dirto pule faksi bil viyundaşi pule. Un beden dirto garnitur bil sılık bil roz. و بالفلفل وهكذا ان شاء الله كامل يعجبه تلقى مره واحده اخرى ان شاء الله هو شكرا كان زي باكن والسلام عليكم.